المبعوث الأمريكي يؤكد الحاجة لاتفاق ملزم حول سد النهضة. قوى مدنية تطالب بالتصدي لجرائم العنف ضد النساء. اتفاق بين المالية وشركة MTN للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني. تصدير 40 طنا من اللحوم السودانية إلى الأردن. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وإلى أحداث السودان. أكد المبعوث الأمريكي دونالد بوث على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، وأجرى المبعوث الأمريكي سلسلة لقاءات مع مسؤولين سودانيين، حيث أكد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن واستقرار الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا والقرن الأفريقي، وأوضح أن واشنطن يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف. وكان المبعوث الأمريكي اجتمع بعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن الطعايشي ووزيرة الخارجية مريم الصادق، ودعت وزيرة الخارجية واشنطن للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الأثيوبي بعدم ملء سد النهضة دون موافقة الأطراف المعنية. على صعيد متصل، ألقت المملكة العربية السعودية بثقلها مع السودان ومصر في نزاعهما مع أثيوبيا حول ملف سد النهضة بعد عزم أديس أبابا ملء سد النهضة في يوليو القادم. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعمها ومساندتها للسودان ومصر حول الملء، ونوهت إلى أن أمنها المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما أكدت في بيان دعمها ومساندتها لأي مساعي تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وشددت على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة حدوث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها في حال المساس بحصة مصر من مياه النيل، وأن المساس بها خط أحمر وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة هو الخيار الذي بدأته مصر، وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع. وحول آخر تطورات في ملف سد النهضة ينضم إلينا الباشمهندس أبو بكر المصطفى الخبير في قضايا المياه. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لكم ولمشاهديكم الأعزاء. أهلا بك. بداية، كيف تنظر للموقف الأثيوبي الذي يمضي نحو تصرف أحادي في الملف وهو ملء السد في يوليو؟ الموقف الأثيوبي ظل كما هو، يتركز حول عدم التغيير للبرنامج في بداية الملء، والسودان ومصر يتوافق على أن لابد أن الملء له آثار سلبية خاصة للسودان إذا لم يكن هناك اتفاق، والاتفاق يعني كيفية الملء، مواعيد الملء، كميات الملء وتأثيره على مجريات التدفقات على سد الروسيرس، والذي هو البوابة الأولى لمياه النيل الأزرق في السودان، والذي يؤثر على مجمل النيل الأزرق ونهر النيل، ويؤثر فيه من حيث مستويات مياه الشرب ومستويات الري. السودان يتطلب قبل البدء في الملء أن يتم الوصول إلى اتفاق، والاتفاق يعني تبادل المعلومات الآنية واللحظية وبرامج التعبئة والتشغيل للسد حسب متطلبات إعلان المبادئ، وذلك لتحقيق الأمن المائي وتحقيق السلامة وتخفيف من الآثار السالبة على السودان. نعم باشمهندس، كيف تقرأ الموقف السعودي بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية صراحة مساندتها للسودان ومصر؟ الموقف السعودي جاء يؤكد على أهمية الأمن المائي للسودان ولمصر وارتباطه بالأمن العربي، الأمن القومي العربي، وتدعم المملكة السعودية
كما جاء في بيانها جهود الوصول إلى التعاون والاتفاق الذي يحقق المصالح للدول الثلاثة في إطار المفاوضات لوضع الحلول التي تلبي كافة الاحتياجات. نعم نعم. وهذا الإطار هو مشت فيه كافة الدول الأخرى حيث تشهد المنطقة نشاطات واسعة في إطار المبعوثين الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، كل من دولة الكونغو رئيسة الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتم الالتقاء مع وزير الري والموارد المائية السودانية والسيد رئيس الوزراء والسيد الرئيس مجلس القيادة. وقد أوضح السودان موقفه أن السد هو يعطي فرصة كبيرة للتعاون الإقليمي بين الدول الثلاثة في تحقيق التنمية المستدامة، لكن ذلك لا يتحقق إلا بالتفاهمات المشتركة التي تحقق المصالح المتبادلة وتحقق الأمن المائي لدول خلف السد السودان ومصر وتحقق المصالح التنمية المشروعة لدولة أثيوبيا. فأكد موقف السودان في ضرورة الوصول لاتفاقات في أقرب وقت، حيث أن البرنامج الأثيوبي الذي يبدأ في موسم هذا الفيضان يؤثر تأثيرا كبيرا على السودان، وذلك ما شهده العام الماضي عندما شرعت أثيوبيا في الملأ الأول وكان التأثير السلبي على السودان لعدم معرفته بمواعيد وكميات الاحتياجات المائية في تلك النهضة، حيث أثرت على مناسيب الشروط في امتداد النيل وأثرت على التوليد المائي في خزان الرصيرس والكنار وكميات المياه المتفرقة تبقى لري مشاريع الري في الجزيرة والمناكل وفي مناطق على امتداد نهر النيل والنيل الأزرق. نعم. السودان يتطلب وصول الاتفاق المبكر حتى لا يتم تكرار تجربة العام الماضي، والسودان نعم. يحفظ حقه في التعويض عن أي أضرار تنتج عن ذلك، ولكن نعم. في ذات الوقت يؤكد على ضرورة وأهمية الاتفاق، لأن الاتفاق هو الذي يحقق المصالح المتبادلة لأثيوبيا. السودان يدرك تماما أن القانون الدولي يعطي الحقوق للدول المتشابهة في الأنهار ويعطي الحماية في ضرورة عدم تحقيق أي أضرار أو تسبيب أضرار ذات شأن، وفي حقية تبادل المعلومات وتبادل الاخبارات المتعلقة بالتشغيل، وذلك وفق القانون الدولي ووفق الاتفاق المبادئ الموقع بين أثيوبيا والسودان ومصر. نعم. للوصول إلى هذا الاتفاق باشمهندس أبو بكر وإلى هذه التفاهمات التي تحدثت عنها، دعنا نستصحب التحركات الإقليمية والدولية. إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه التحركات الإقليمية والدولية في إثناء أثيوبيا عن أي تصرف أحادي في الملف ملف صد النهضة؟ المؤشر الرئيسي هو التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة تعني الشراكات الذكية التي تحقق التنمية للمجتمعات وتلبية احتياجاتها الاقتصادية وتطوير النواحي الحياة فيها في التنمية الزراعية المستدامة وفي توفير الكهرباء وتوفير الطاقة وتطوير الصناعة والزراعة. ذلك يتحقق بتبادل المنافع بالدول الثلاثة، حيث تمتلك كل من أثيوبيا الموارد المائية وتمتلك السودان إمكانيات التنمية الزراعية وتمتلك جمهورية مصر الطاقة وتمتلك الرأس المال البشري، كل ذلك إضافة إلى دول الإقليم التي تمتلك موارد مائية يمكن استثمارها في ذلك، وإضافة إلى الشركاء العالميين حيث الاتحاد الأوروبي حيث الولايات المتحدة وحيث المساهمات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. السودان يرى في ذلك تحقيق الشراكات حقل التنمية المستدامة، لأن هدف أثيوبيا من السد هو التنمية، والسودان يطرح التعاون والوصول إلى اتفاقات لتحقيق هذه التنمية. نعم. وتلك أكبر مؤشرات، فليس هنالك حلول غير التفاهمات وتحقيق التبادل للمنافع بين الدول الثلاثة وعدم الأضرار بكل شيء. هو في توحد هذه الدول وتوجهاتها، وذلك ما نشاهده في العالم اليوم من تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأمور الأسيوية والاتحاد في دول أمريكا وكافة دول المنطقة. ذلك المنحى الذي يتجه إليه العالم في تبادل المنافع وفي تطوير الموارد وتحقيق الرفاه الاقتصادي لمجتمعات راشدة في سبل التعاون والسلم وفق للقانون الدولي وفق لمتطلبات الحياة الإنسانية
نعم. والرفاه المجتمعي. باشمهندس أبو بكر، يعني ما هي فرص النجاح، فرص نجاح الوساطة بين أثيوبيا من جهة والسودان ومصر في الجهة المقابلة للوصول إلى تفاهمات حول السد؟ الفرصة لا تزال عند الاتحاد الأوروبي. السودان طرح عفوا لا تزال عند الاتحاد الأفريقي، والسودان طرح أن تتم برئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات، لكن في حدود الشركاء الرئيسيين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى الجهات الراعية الأخرى التي أدت نيتها في تغريب وجهات النظر والوساطات مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. السودان يرى وجود هؤلاء كشركاء في المفاوضات يدعم المشاريع المستقبلية التي تحقق طموحات التنمية الاقتصادية التي ترمو إليها كل دول المنطقة، سوريا والسودان وجمهورية مصر. فمنظور السودان للتوافقات أن يتم في إطار رعاية إقليمية أو دولية لتحقق تغريب وجهات النظر وتحقق سرعة الوصول للاتفاق، في ذات الوقت بتحقق إمكانية التفاهمات مع تلك الدول في توفير ضمانات تحقق التنمية المستدامة وتحقق التمويل للمشاريع في مصر وفي السودان وفي أثيوبيا. فهذه مصالح دولية، ودولة السودان ودولة أثيوبيا ودولة مصر تحتاج إلى الموارد المالية وإلى التقنيات المتقدمة في تلك الدول، وتحتاج إلى المعارف التقنية المتوفرة أيضا. كل ذلك يصب في مصالح الدول الثلاثة. لذلك السودان يرى أن تستكمل كافة هذه الاهتمامات الدولية والإقليمية، وأن نؤطرها في إطار الاتحاد الأفريقي في وجود ودعم والوساطة الأفريقية في وجود هذه الدول، وبالتالي تنطلق شراكات اقتصادية، لأن لا حل إلا التفاوض ولا حل إلا بتبادل المنافع وبالنظر إلى المستقبل في أفق واسع. نعم. حقيقة التنمية المستدامة وحقيقة الرقي للمجتمعات. نعم. باشمهندس، يعني طالما تحدثت عن الجانب الأفريقي، دعنا نتحدث عن الموقف الأفريقي من هذا الملف. التحرك الأفريقي حتى الآن يبدو أقل من حجم قضية سد النهضة وما تنطوي عليه من تهديد لاستقرار المنطقة. لماذا في رأيك هذا البرود الأفريقي تجاه هذا الملف؟ الاتجاه الأفريقي واضح في منحيين. المنح الأول هو الاتحاد الأفريقي ودراسة دولة الكونغو في هذه الدورة، وهو الآن استلم الملف من جمهورية جنوب أفريقيا ويطلع بدور دراسة الملف والتواصل مع الدول الثلاثة، فيسعى إلى دراسة الملف والتوصل إلى مقترحات لبدء جولة جديدة من المفاوضات. فالرعاية الأفريقية متمثلة في الاتحاد الأفريقي وفي رئاسته وفي رئاسة دولة الكونغو، هذه تبذل جهود حثيثة في ذلك، ربما جهود دبلوماسية من تحت من دون تسليط الأضواء الإعلامية، حيث تتوافق على المنطقة تقاطر وفود كثيرة من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة ومن دولة الإمارات والسعودية. كل تلك الوساطات يجري تداولها في الاتحاد الأوروبي، والوصول إلى تفاهمات بين الدول الثلاث المعنية مصر وأثيوبيا والسودان. نعم. فنتوقع أن الاتحاد الأفريقي يحاول أن يجمع الخبراء، أو إذا فشل في جمع الخبراء والتوصل إلى اتفاق، أن يتم الدعوة إلى قمة بين رؤساء الدول الثلاثة، وذلك وفقا لمتطلبات إعلان المباني وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي. هذا في الإطار العام. في الإطار الخاص أكيد يعني هنالك دول مهتمة بذلك الشأن، وهي دول حوض النيل. دول حوض النيل شاهدنا الزيارة الأثيوبية إلى أريتريا وإلى جنوب السودان واجتماع الرؤساء الثلاثة، وهنالك مجموعة إيجاد مجموعة القرن الأفريقي التي تشمل أثيوبيا والصومال وجيبوتي. فهذه أيضا هنالك تحركات أثيوبية في ذلك، فهنالك كثير من التحركات في المنطقة. لذلك السودان يدعو الأشقاء في شمال الوادي والأشقاء في أثيوبيا إلى ضرورة التواصل إلى اهتمامات. نعم. حقيقية. نعم. تنمي التعاون وتنمي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاثة في أغرب وقت،
لأن الاستقطاب والتصريحات وال نعم. الأشياء التي لا تعني كثيرا من غير ما هي إثارة إعلامية قد تكون سلبية لا تجلب للمنطقة إلا الويلات. فكثير من الصراعات تبدأ بغليل يعني غليل من الشرر يسبب كثيرا من النيران التي يصعب إن اشتعلت إطفائها، والمنطقة لا تحتاج إلى ذلك. لقد شهدت كثير من المآسي في الحروب في القرن الأفريقي وفي نواحي مختلفة من أفريقيا. فذلك السودان يمد روح التعاون ويمد ويؤكد على ضرورة اللجوء إلى القانون الدولي الذي يحقق المصالح ويحقق الفوائد لكافة الدول. باشمهندس، هذا ما يخص الجانب الأفريقي، دعنا نتحدث عن الترتيبات الداخلية. يعني الآن ما هي التحوطات المطلوبة من جانب الحكومة لمقابلة أثار المرأة الثاني للسد في يوليو؟ السودان شكل في وزارة الري والموارد المائية المعنية بإدارة الشؤون المائية على حوض النيل والخزانات شكل لجان مختلفة وقامت بدور ودراسات وبحوث في مختلف السيناريوهات، وتم التواصل مع جهات القطاعات المياه في الشرب والزراعة وحتى المزارعين وكافة الجهات المعنية، وتم وضع برامج للتخفيف من آثار الملء المتوقع. ولكن ليس هنالك ما يمنع من الأضرار، لكن هنالك برامج لتخفيف الآثار. ولقد شهدنا تغيير السياسات المائية في الملء المبكر في سد الأولياء، ويتوقع التصريف أيضا وفقا للبيانات المائية التي ترد من هبط البحيرات حيث جبل خزان جبل الأولياء ترد إليه مياه النيل الأبيض، ويتم الآن السيطرة والتحكم فيها لتعويض جزء من الآثار التي قد تنجم من ظروف الفيضان وظروف الملء في سد النهضة. وكذلك تم تغيير سياسات التشغيل بالنسبة لسد الرصيرس وسد جنار لتقليل التشغيل التوليد المائي ووضعه في حدوده الدنيا التي تحقق استدامة الموارد المائية إلى بداية شهور الفيضان، والتأكد من كميات المياه المطلة من سد النهضة التي تحقق تخفيف الأضرار. السودان يسعى من النواحي الفنية في إدارة هذا الملف، ولكن هذا لا يغني عن الوصول لاتفاق. الوصول لاتفاق يعني كيفية مواعيد الملء، امتداد أيام الملء، كميات وتغيرات الملء وفقا للتغيرات المطرية وفقا لتدفقات النيل الأزرق ورافده إلى أن سد النهضة. فبالتالي السودان في حاجة إلى تبادل المعلومات اللحظية وبرامج الملء إطلاقات المياه. فالسودان يصر أن ذلك يتم بتواصل وتوافق والتزام وفقا للبيانات التي تحقق الكميات الآمنة للأمن المائي وتحقق سلامة تشغيل سد الرصيرس الذي يبعد كيلومترات، يبعد حوالي 100 كيلومتر سد الرصيرس وبحيرة سد الرصيرس في أقل من 15 كيلومتر من سد النهضة. فالتأثير من سد النهضة إلى سد الرصيرس مجرد ساعات من إطلاقات المياه تؤثر إيجابا وسلبا. ولذلك أهمية السودان في مواجهة المخاطر وإيجابيات سد النهضة لا بد من الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات تلبي الاحتياجات الفنية لكل من الطرفين وتلبي المتطلبات المتعلقة بالسلامة البيئية وسلامات السدود السودانية وتوفير الاحتياجات المائية. الباشمهندس أبو بكر المصطفى الخبير في قضايا المياه، شكرا لك. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة وكل شعارات ثورة ديسمبر، وقال لدى تقديم اليوم واجب العزاء لأسر شهداء منطقة كجبار بمحلية دلقو بالولاية الشمالية إن ثورة ديسمبر مهرتها دماء الشهداء. إلى ذلك أكدت والي الولاية آمال عز الدين أن كجبار تعد إحدى ساحات النضال الوطني، وأن شهداء كجبار ضحوا دفاعا عن مظالم وحقوق المنطقة التي عانت من التهميش والتدمير خلال فترة النظام المباد. من جهتها طالبت أسر الشهداء حكومة الثورة بتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء. يعتزم الرئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور
وراعي اتحاد الشمال أشرف الكاردينال اطلق مبادرة لعقد حوار سوداني، واتفق طرفان خلال لقاء عقد في جوبا على التوافق على حكومة مدنية من شخصيات مستقلة تقود الفترة الانتقالية وتعمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي في البلاد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس جديدة. وشدد نور والكاردينال على نبذ الكراهية وإعلاء صوت الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية دون تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي أو جغرافي. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية باتفاق المبادئ الذي توصل إليه البرهان والحلو، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة معتصم أحمد صالح دعمهم لكل خطوة من شأنها تحقق الاستقرار في الوطن. وأكد صالح على أن حركة العدل والمساواة تعتبر الاتفاق دفعة مهمة لاتفاق جوبا للسلام وخطوة في الاتجاه الصحيح، وحيى المتحدث الرسمي باسم العدل والمساواة حكومة جنوب السودان على الجهود المستمرة لإرساء السلام والاستقرار في السودان والمنطقة. وقال وزير الداخلية عز الدين الشيخ إن الحكومة لن تسمح بأي تفلتات أمنية بمعسكرات النازحين على الإطلاق، ودعا خلال لقائه اليوم نازحي معسكر أبو شوك للنازحين إلى السير في تنفيذ الخطط التي أسهمت في تحقيق الأمن بالمعسكر خلال الفترة الماضية والتعاون مع الشرطة من أجل الوصول إلى المتفلتين لتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وردعهم. من جهته تعهد مفوض العون الإنساني الاتحادي أحمد البشير بتقديم الخدمات الأساسية لتشجيع النازحين على العودة الطوعية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تلقي الولايات المتحدة لمبلغ 335 مليون دولار الذي قدمه السودان كتعويض لضحايا تفجيرات السفارتين والمدمرة كول ومقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل. وكشفت الخارجية في بيان لها عن إحالتها الأسبوع الماضي تصديق الوزير أنتوني بلينكين الخاص بإعادة الحصانات السيادية للسودان إلى الكونغرس، وذلك وفقا لقانون تسوية مطالبات السودان والذي صدر في ديسمبر الماضي. وأشارت الخارجية تقديرها لجهود السودان على مدى العامين الماضيين للعمل مع الولايات المتحدة لحل هذه المطالبات المعلقة منذ فترة طويلة. أصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شجراي قرارا ولائيا بتنفيذ الإشتراطات والتوصيات والأوامر الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، ونص القرار على تخفيض عدد العاملين في الدوام اليومي بنسبة 50% بالقطاعين العامي والخاص، وشدد على الالتزام بالتباعد في دور العبادة وتقليل الفترة الزمنية في خطبة الجمعة. وتأتي الخطوة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بولاية البحر الأحمر. تلقى وزراء في الحكومة الانتقالية وعاملين بمجلس الوزراء التدعيم ضد فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطيله وللتشجيع على تلقي اللقاح. وقال عمر النجيب وزير الصحة في تصريحات صحفية إن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتضعيم، والتي تشمل أيضا العاملين في المهن الصحية لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي فضلا عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 30 من يونيو 1989 إن المحكمة طرحت عليهم خيار استمرار الجلسات في غياب المتهمين وأن تكون بتمثيل الدفاع. يأتي ذلك بعد أن تلقت المحكمة التي تنظر في القضية ردا رسميا من إدارة السجن كوبر يفيد بأن المتهمين مخالطين للمتهم في القضية إبراهيم غندور المصاب بفيروس كورونا. وقال أبو بكر عبد الرزاق ممثل الدفاع عن المتهم إبراهيم السنوسي إن إدارة سجن كوبر أخطرت المحكمة بإصابة اثنين من المتهمين هما محمد عبد الله النو وطيب إبراهيم محمد خير بكورونا وحجزهما بالمستشفى. دعت قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة في السودان الحكومة للتصدي الرادع لجرائم العنف ضد النساء والفتيات دون تردد،
كما دعت قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة في بيان صحفي إلى ضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع، وطالبت بضمان سيادة حكم القانون وبناء المؤسسات العدلية تلبي تطلعات السودانيات والسودانيين وتحترم الحقوق والحريات والتنوع. وأكد البيان ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة والعمل على حماية مكتسباتها. إذن مشاهدينا بعد الفاصل الحدث الاقتصادي.